كمان بعدنا بالنمبر أري. فإذا فرضنا عندي هالأري البسيطة هيدي مثل ما هي هيك ليست اوف ليست مثل ما قلنا، ولاني عم حطها بالنمباي دوت اري فبترد لي اري، انا هي مسميها باونس. الاسم ما كتير له طعمه، يمكن لازم بسميها شيء احسن، بس مش فرقانه خلاص خليه باونس. طيب فلما نطبعها هي ردت لي اياها هيك. طيب هي شو معناتها؟ هي شو معناتها؟ خلينا نبلش بالأبسط. أبسط 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 شيء هي هاي. فمثل ما قلنا كيف نحن حاطين ال values، حاطين minus one three على نفس ال minus one three minus two، يعني minus one minus two three four. أول رو عندي minus one three، فهيدي بس لحتى نشوفها، يعني هيدي عم استخدم أي notation، بستخدم bracket وحدا كمان bracket تاني. ف ردت هول الفاريوس. اما اذا بعمل هيدي اللي هي يعني هالنوتيشن اللي هي النوتيشن اللي بناخدها عادة بالالجبرا، انه يعني غالبا بالالجبرا هيك بنعملها وما بنحطها بسكوير براكت، لما نكتب بايدنا يعني بنحطها ببارنثيسيس. بس على كل الاحوال فبنلاحظ انه ما فرقت شيء. هلا هو في فرق، بس او خلينا نقول هلا لوجيكلي هي هيدي النوتيشن مثل ما هي بالالجبرا اللي نحن بنفهمه، بينما هاي هي بالحقيقه هاي بتردها لحالها، بعدين الريزلت تاع هاي اللي هو الرو رو اي مثلا رو 0، فهذا الجي كان ب 0 بعدين 1، ما حيكون 2 لانه هو هيك، بس حيكون 0 1. هيك تشتغل الفور. فهيدا نعملها ران نشوفها، كمان نفس الشيء هون ما بتتقسم. اوكي هلا هيدي اول واحد هون اول واحد هو رو 100%. اوكي هلا كمان هون هي بترد رو، يعني هو بترد اول رو كمان. لحد هلا هون ما في فرق، غير انه عم نروح نعمل سلكشن لالمنت معين. بينما اذا قلنا وهذا اللي كنا عم نحكيه هون، يعني هذا اللي كنت عم اقوله هون بهاي، هي ذاتها بنشوفها هون ماينس 2 4 هو تاني رو، هي ماينس 2 4. بينما القصة مهضومة بتصير هون. إذا قلنا هاي هاي شو معناتها؟ هاي معناتها الرو هاي معناتها الرو غير محدد، يعني كل الروز هاي معناتها all the rows. اوكي عم باخد اول كولم، عم باخد اول كولم، وبالتالي حيردهم 3 4، حيرد 3 4. هلا المهضوم او الشيء الغريب شوي او المهم بالحقيقه انه ردها وعملها ترانسبوز، يعني ما ردوا كولم. يمكن انا بصراحه اول ما شفتها كنت بفتكر حيردوا كولم، لانه هو اصلا كولم، يعني ما انت عم تاخذ كولم. اوكي طب ليش قلبوا وعملوا على سطر واحد؟ انا ماني شايفه شغله كتير منيحه. مثلا هي مصر يعملها، مصر ينزلها سطر. هي مظبوطه لازم ينزل سطر. لحظه شوي، طب ما زي بده ينزلها سطر، ليش عم بيردها هيك؟ يعني مثل ما هي، لا ما هو هي بتعاطى معها مثل رو، ما عنده وسيلة. يعني أنا كنت بفتكر مثلا لازم يردها مثلا يحط هاي ببراكت وكمان هاي ببراكت، ساعتها يمكن بتكون أفضل. هاي تنجربها، خلينا نعمل
مثلا اذا عنا هون numpy dot array وبدي احط هاي ببراكت وهاي ببراكت ايه وخلينا نعمله print يطلع منظرها احلى. انا كنت مفتكر هيك حيرد بصراحة، ولكن للأسف او ما بعرف شو بدي اقول، بس انه رد على بهالاسلوب يعني، او رد من رو واحد يعني، عملها ترانسبوز. هلا اذا رح بدي اعمل شغلة مهضومة، بركي هاي جوابها لهيدي الاري، حتى نعملها عم نقول له اول كولم وعم بردها نفسها هيديك. ايه فعلا صارت هي زد يعني نوتيشنات، ف حلو واحد يحفظها هيدي انه بيعملها ترانسبوز. ما كتير هلا حعلق، انا ما بعرف اذا كانت هي هيك رو نيلو رد لي اياها كولم مثلا، هل بيعملها ترانسبوز مثلا يعني، مثلا هيدي بنقول له خد لي رو زيرو على كل الكولمز، يا ترى شو حيعمل؟ اوبس تو ماني اندسز فور اري، تنريحه شوي. نقول له رو زيرو على كل الكولمز، هكا الأحوال في مهضومة الفكرة. تعالوا نقول له، فبس الفكرة انه هي فكرة منطقية، بس انه القصة انه عم يعملها ترانسبوز، هذا اللي انا الشيء اللي مش عاجبني كتير. فإذا بنعطيه من أصلا على رو واحد، مش واحد يقول له هيك ليه numpy array 3 4، اوكي شو برضو هولي لازم نسميها. أصير عم نتعلم شي مفيد، فخلينا نسميها أساس ما هي رو ماتريكس يعني. هذا ال R و R هو تقول له إذا بتقول له هيك مثلا أول، نحن كنا عم نقول له كل أحوال بلا توصير، أنا ما كان بعدين هي مجربة، بس خليني كم بدي أقول الفرق بس بين ضعنا فبدي الفرق بين يعني بين هاي وبين هاي. هون كل رو على كل الرو على اول كولم، ف ال 3 4 بيردون بهالاسلوب هيدا، بينما اذا كان هيك ف حيرد ناقص 2 4، لانه هيدي بكل بساطة هي الشي اللي بعدني ما قلتها، انه هي ذاتها مقصد منها كلها يعني، او كل هاي هي بكل بساطة هي كمان هاي الباونس، فهتا نشوف اذا حيردها هي ذاتها concept يعني. ما يمكن هو كتير بحب يشتغل هيك، لا
طب هاي too many indices. كأنه لازم يكونوا بس كون عم نشتغل على اثنين، يعني خلينا نشتغل باونس ساعتها بيعرف يشتغل. خلينا نحط هون باونس ناقص واحد ثلاثة، قلنا له أول رو كل الكولمز هي ناقص واحد ثلاثة. بينما إذا بنقول له ناقص واحد ناقص اثنين اللي هو أول كولم ناقص واحد ناقص اثنين، عم بحطهم على سطر واحد. فهي كان الفكرة اللي كنت بدي أقولها. هاي شو بيرد ناقص واحد اثنين ثلاثة أربعة كلهم صح، كل الرو كل الكولمز. اوكي انا كنت عم فكر انه بركي فينا نعمل ترانسبوز مرة تانية، انه اذا كان عندي رو بقدر اعمله ترانسبوز مرة تانية ليصير كولم. مش عارف كل احوال اللي مهتم بالموضوع في يعمل ترانسبوز لكل الماتريكس بعدين يرجع ينفذها اذا كان هو مهتم انه يحصل عليهم، يحصل على الكولم باي كولم يعني. مش عارف متى بتزبط. فالفكرة انه دايما هو عم بيرد رو، دايما عم بيرد رو كيف ما كانت، يعني ان كان هون زيرو بيعطيك رو، وان كان بالعكس ان كان هون نقطتين هون زيرو كان بيعطيك رو. اوكي خلينا نحفظها. المعلومة وين اخذتها من هون؟ بهيدي بستاك اوفر فلو هيدا كل شيء.